إحدى الأغراض اشتريتها وصلتني بعد سنتين بعد ما أنا نسيتها أصلاً. طلبنا فستان وما وصلش بسبب المعابر، يعني حتى الأجهزة الإلكترونية لو فكرنا حتى نجيبها ممكن اليهود تاخدها. If you like headphones, a dress, or anything else on Amazon or other online stores, you simply buy it and wait a couple of days to get it, right? But buying common consumer products is not so easy in a place like the Gaza Strip, where more than 2 million people live under an Israeli blockade that restricts access by land, air, and sea. So we are at Omar al-Mukhtar Street, Center Gaza City, to ask people about their experience in buying online. كثير لي تجارب سابقة في الشراء عن طريق مواقع الأونلاين. آخر فترة طلبت فيها كانت من حوالي سنة. أنا لو يجي الموضوع إليك أنا إلي خاطر كل أسبوع أطلب، حلو؟ ولكن اللي التأخير اللي بنعاني منه في الشراء عن مواقع الأونلاين بصير فيه خوف، وإن أنك ممكن تطلب شغلة ممكن ما تصلش، ممكن تاخذ وقت طويل. كل تجارب السابقة في الشراء عن مواقع الأونلاين كانت تاخذ وقت طويل جدا. في عندنا قنوات على الانستغرام على الفيسبوك بتنزل دائما عندك صور شوي لملابس حلوه كثير من تركيا، يعني فاحنا اكيد يعني بنحب نلبس لبس الحلو، فبنقدرش يعني نجيبه الا مثلا نطلب من هان شركه انها تتعامل معهم انها هم يحولوهم إلنا واحنا نشتري منهم. طبعا بياخذ وقت، يعني تقريبا ليصل لشركه مضمونه مش كشخص لإلنا بده تقريبا سنه سنتين. طلبنا فستان وما وصلش بسبب المعابر، يعني حتى كانت عروسة وأعلقنا الجهاز وما وصلش ولغينا الطلب بعد الفرح. أكيد يعني الإشي محرج، أنت تكون عامل سيستم معين لإشي أنه أنت جايب أكتر من قطعة وتلتغى، يعني أكيد إحنا انحرجنا وجبنا بديل. حاولت أشتري سلعة من الخارج ولكن مع أحد الأقارب، يعني ولكن تم مصادرتها في معبر رفح مثلا نظرا لأنها لا تسمح لها بإدخالها، وبعد سلعة أخرى تم يعني دخولها بالتهريب. أي إشي بسيط ممكن ما يجي لأنه برضو الاحتلال إحنا فينا يعني دولة محاصرة تعتبر، فصعب إنها تصل. يعني الإشي البسيط ما بيصلش، إيش يعني إنه نطلب لابتوب آيفون إشي طبعا طبعا أكيد مش هيصل. وأنا واثقة من الإشي. بتحس بالحسرة؟ طبعا مش أكيد. ليش طيب؟ لأنه ببقى الإشي بدي إياه، وإحنا ليش ما ناخده؟ إيش ناقصنا إحنا يعني شعب غزة؟ فعشان هيك هاي الإشي اللي بحصرنا أكتر إشي، يعني بالدول اللي برا مش احسن منا بإشي، عشان يعني هم اللي ياخذوا اونلاين سريع واحنا بدنا بعد شهر، واحيان ما تجيش واحيان الاحتلال ياخذوه. لا عاد بنفعش الإشي هذا.